يستمر العطاء مع إخواننا باللجنة العلمية لقوات الأمن الوطني، وعندما تتضافر الجهود ما بين المؤسسات بعلاقة تكاملية، فمثلا في هذا اليوم وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة الزكاة بمحافظة طوباس وإخواننا باللجنة العلمية لقوات الأمن الوطني عملوا على توسعة وترميم بيت أخونا نواف عطية. بالتأكيد نحن الآن برفقة الرائد مجد رشيد في محافظة طوباس وزيارة لمنزل نواف عطية لنرى العمل الدؤوب الذي يقومون به إخواننا باللجنة العلمية بمحافظة طوباس. رائد نزال مدير مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة طوباس، ونحن الآن في بيت أبو جاسر مع إخواننا في اللجنة العلمية. حابة أسمع من حضرتك شو الأسباب دفعتكم بإنكم تهتموا في بيت أبو جاسر وتعملوا على ترميمه وتوسعته؟ تفضل. أهلا وسهلا في الجميع. إحنا تعرفنا على صاحب البيت من خلال زياراتنا الميدانية للبيوت اللي بتعيش في ضائقة. البيت اللي كان ساكن فيه هو غير لائق بالسكن، وبالتالي من باب الحماية والرعاية لأطفالنا لأسرته فكرنا معه في البيت اللي قاعد بيشتغل فيه ونستكمله مشان ننقل الأسرة على هذا البيت الجديد. هو بيته القديم أنا زي ما فهمت منه عنده 9 أنفار، وبيته القديم كان بنزل مي عليهم، مظبوط؟ صحيح. رحت شفتوا البيت السابق؟ إحنا شفناه أكثر من مرة، وبمعية الأمن الوطني كانوا ولجنة الزكاة كمان في أكثر من جولة، وبالتالي البيت بهر بالذات أثناء المطر. مشكورين الأمن الوطني غطوا السقف لأنه بيت قديم في نايلون وشوادر مشان يحموه بشكل مؤقت لحين استكمال هذا البيت من نقل هذه الأسرة اللي بتتكون من أطفال ومسنين، وبالتالي هذه جانب من الرعاية والحماية لأسرتنا الفلسطينية. يعني هون بدنا نشكر إخواننا أكيد باللجنة العلمية أنهم غطوا البيت وأمنوا لهم البيت لبين زي ما ذكرت حضرتك انتقلوا لهذا البيت. 100%. خلينا نحكي عن هذا البيت، كيف كان وضعه ما قبل ما تبدأوا العمل فيه، كيف كان وضع البيت؟ هذا البيت يعني إحنا دخلناه وكان وضعه سيء غير مستكمل، عبارة عن 60 متر تقريبا أو أقل، حوالي 50 متر بدنا نحكي هيك. الآن اتفقنا وشراكتنا ومنهج الشراكة اللي دائما احنا في وزارة التنمية الاجتماعية نؤمن فيه فعلا، يعني بشكل فاعل ونشاط كبير مع اخوتنا في لجنة الزكاة، مع اخوتنا في قيادة الأمن الوطني في محافظة طوباس اللجنة العلمية، وبالتالي مع ايضا مع شركائنا فاعلين الخير في محافظة طوباس، واشتغلنا على عملية استكمال هذا البيت. تم إضافة حوالي 60 متر خارجيات، وتم استكمال اللي هي حلوق الأبواب، أيضا تم استكمال اللي هي التمديدات الصحية والكهربائية. يعني هون لأنه ما زالوا عم بيشتغلوا بالبيت لسه ما أنجز، ولكن هم بطور إنجازه، وزي ما ذكرت حضرتك أنه فاعلين خير، يعني مش بس الجهات الرسمية هي اللي بتعمل على توفير المتطلبات، ولكن هناك فاعلين خير نقول في المحافظة بقدموا ما بيستطيعوا من تقديمه أكيد. حتى هناك جمعيات مشان نكون منصف الأمور، جمعيات في خارج المحافظة من محافظات أخرى زي جنين أيضا قدموا اللي هو الإكسارة، هم اللي قدموا المبلغ المالي للإكسارة. هون أنا من خلال برنامجنا أكيد إحنا مسلط الضوء على عمل إخواننا باللجنة العلمية، على همة الأحرار الشباب الأمن الوطني اللي بزيهم العسكري بنشوفهم بيرمموا بهالبيوت وبهالمؤسسات وبيعملوا على تنشئة، خلينا نقول مش بس المكان، تنشئة الجيل والمجتمع في الوطن. خلينا نوجه كلمة من حضرتك لإخواننا باللجنة العلمية للأيدي العاملة في المكان. جزيل الشكر للإيد الممدودة من قيادة الأمن الوطني على رأسها سيادة اللواء نضال أبو دخان،
قائد الأمن الوطني في الوطن، وأخونا بلال أبو حامد عميد اللجنة العلمية أو مدير اللجنة العلمية، وأخونا باسم رشيد قائد منطقة طوباس اللي دائما يد العون مفتوحة وشراكة تامة معه، أيضا أخونا مجدي واللجنة العلمية ورئيس اللجنة العلمية مجدي اللي دائما على اتصال وتواصل في البيت هذا وأكثر من البيوت، كمان فريق العمل اللي معهم اللي في جهوده في مهنيته في صناعيته اللي بيلبوا النداء بشكل سريع وبشكل فاعل ونشيط جدا. ومن خلالكم أيضا اسمحوا لي أني أقدم الشكر لكل من قدم ودعم في هذا البيت من فاعلين الخير، كمان بنشكر الجمعيات الخيرية اللي قدمت أيضا في هذا في دعم ومساندة المؤسسات في طوباس للوصول إلى الحالة اللي إحنا شايفينها، وإن شاء الله راح نستكمل مع البيت ضمن الإمكانيات الموجودة. محافظة طوباس هي محافظة وديعة فيها الخير وفيها أهل الخير بمؤسساتها بفعالياتها، أيضا مؤمنين جميعا بمنهج الشراكة اللي بتقوده وزارة التنمية الاجتماعية مع المؤسسات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية، وأيضا فاعلين الخير جزء لا يتجزأ من هذا العمل. يعني في طوباس فاعلين الخير وأهل الخير أكيد كثر، ولكن الأجمل في هذا المكان لفت انتباهنا هذا المنزل في أجمل منطقة، يعني ما شاء الله المكان، الطبيعة الجميلة في بيت أبو جاسر أو محيط بيت أبو جاسر. بدي أشكرك أخي رائد نزال، أكيد بتمنى لكم التوفيق بوزارة التنمية الاجتماعية وكل من يقدم الخير لأهل الخير طبعا في الوطن. اسمحي لي كمان أتقدم بالشكر لتلفزيون فلسطين لتسليط الضوء على هذه الفئات الفقيرة المهمشة وتعزيز العمل التشاركي لحماية فئاتنا الفقيرة والمهمشة في فلسطين. حبيت أسألك عن البيت اللي أنت موجود فيه واللي هلأ هو بطور البناء والتجهيز، خلينا نحكي شو الأسباب اللي دعتك أنك تطلب بناء وتوسعة بيتك؟ طبعا لأنه أنا بالنسبة لي ساكن في بيت بالإيجار وبيت عندي قاعد بهر علي مي هناك، واضطريت أنا بالنسبة لي أني ألتجئ إلى الأمن الوطني وألتجئ إلى الشؤون وألتجئ إلى الزكاة، ألتجئ لهم لحتى أنهم إيه؟ هي وزارة التنمية الاجتماعية. نعم نعم، أنا التجأت إلهم لحتى إني يجي يكملوا لي البيت هذا وإني أجي أسكن في بيت محترم، مش يعني إني أكون في بيت يعني هر علي مي شيء. فأجوا الشباب يعني ومع إن شاء الله عنهم يعني شباب يعني ما قصروش. أنت تركت باب وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العلمية لقوات الأمن الوطني ولجنة الزكاة. نعم. بسهولة لبوا النداء ولا كيف أنت لما تواصل مين كيف لبوا النداء؟ والله لبوا النداء يعني بسهولة، يعني ما قصروا الجماعة، يعني جماعة محترمين وكلهم طيبين. هم بالعادة عندهم لجان بتتشكل، نقول لجنة تيجي بتكشف على المكان، أكيد كشفوا على بيتك. أجوا كشفوا على البيت هذاك وأجوا كشفوا على البيت هذا وشافوا أنه أنت شافوا أنه أنا وضعي يعني أنه يختلف. بعدين أنا زلمي عندي 9 أنفار مش واحد ولا اثنين أسرة، ما فيش أحد منفك إلا غير أنا عليهم. الله يعطيك الصحة يا رب. خلينا أبو جاسر نحكي عن هذا البيت، أنت كان أصغر حجما من اللي إحنا أو مساحة من اللي إحنا شايفينه. لا إيه طبعا أنت بنيته قبل فترة. أنا بنيت 40 متر مسطح يعني على قد إمكانياتي، فقلت هذا 40 بكفيش الأولاد، فجيت لما التجأت لهم يعني تاجوا ما شاء الله هيهم وسووا كل شيء يعني، وبعدهم لحد الآن بعدهم بيشتغلوا بعد يعني. خلينا نحكي زيادة عن الأربعين متر مسطح اللي أنت بنيتهم، كيف صار البيت هذا؟ كمان 60 متر 600 صار يعني صار عندي 100 متر مسطح. أها
ان شاء الله على خير ان شاء الله. وانا شايفه هلا هن شباب الامن الوطني، انا شايفتهم شباب اللجنه العلميه بزيهم العسكري عمالهم بيكسروا وبيشتغلوا. انت بتشوفهم كل يوم وبتتابع معهم اليه عملهم في بيتك، شو حابب تحكي لنا عن شغل الشباب معك؟ والله انهم بيشتغلوا محترمين وما شاء الله عنهم، بيشتغلوا شغل مليح وما شاء الله عنهم، يعني ما فيش. وبعدين يعني لا انا بزعل معهم ولا هم بزعلوا معي، يعني انا منطيهم على راحتهم وهم منطيني على راحتي. هم جايين اكيد لاكرامك ومحبه لك ووفاء لك ولعائلتك بالتاكيد، وهذا شعارهم وهذه هي مسيرتهم، وهيك هن عاده عملهم باللجنه. حياهم الله. خلينا نحكي عن لغايه الان شو الشيء اللي عملوه في البيت ولوين وصلوا بمراحل البناء. البدايه كانت ايش؟ صبوا لي السقف، بعدين اجوا ركبوا لي الحلوق، ورجوا ركبوا لي مواسير مي، وردوا ركبوا لي مواسير كهرباء، وهسه حاليا بدهم يكسروا لي. يعني انا بالنسبه لي ممنونهم كثير. يعني هم بدهم يسلموك البيت لحد الكساره، بتموا الكساره وبيسلموك البيت بعدها الله بيفرجها. يعني ان شاء الله الله بيفرجها، والله زي بيفرجها. ما وعدوا انه ان شاء الله بلاكوا متبرعين كمان وبيكملوا لك يا بيتك للاخر. حياكم الله، حياكم الله. كيف شايف انه بعد ما تكمل هالبيت عندك 9 أنفار؟ طبعا انا يعني صار في عندي راحه نفسيه انه صار عندي بيت، يعني اني اقدر اني اكمل فيه ببطء. يعني انا عندي بيت هسه، صار عندي بيت واسع انه اقدر اني اكمل فيه ببطء. يعني حتى انه لو انه من الجماعه يعني على قد طاقتهم، ما بضغط على حدا، انا ما بضغط على حدا. اكيد هم مشكورين على كل اللي هم حرين، يعني انا ما بضغط. ما راح يتركوك هيك، اكيد راح يكملوا معك يا ستي، وهم الخير والبركه. وكل احترام لهم، واكيد كل احترام لك. هم كل الخير والبركه لهم. شو الرساله اللي حابب توجهها لاخواننا باللجنه؟ ونشكر الجماعه كليتهم شكرا جزيلا، ونشكر ابو دخان رئيس الامن الوطني، ونشكر مجلس تبعون الزكام، مدير الزكام، مدير الشؤون، نشكرهم جميعا، والانسات برضو اللي في الشؤون، ونشكر جميعا هذا اكيد. انا كمان عنك ونيابه عنك بدي اشكر اخواننا طبعا على راسهم اللي وقعنا ضل ابو دخان رئيس جهاز الامن الوطني او قائد قوات الامن الوطني، واخونا العميد بلال ابو حامد رئيس اللجنه العلميه. ومعنا طبعا اليوم احنا جينا بالرائد مجد رشيد، اكيد اللي بدنا نوجه له كل التحيه، واخواننا بوزاره التنميه وبلجنه الزكاة، اكيد كل احترام لهم، ولكل الشباب الامن هيهم اللي عم بيشتغلوا في بيتك، كل احترام لهم ولعملهم الدؤوب في خدمه المواطن بالتاكيد. يا سيدي تحياتهم الله. فواز ابو دواس امين الصندوق ومنسق المشاريع في لجنه الزكاه بمحافظه طوباس، ونحن امام منزل اخونا ابو جاسر. حابه اسمع من حضرتك اليه التنسيق والعمل بصفه تكامليه ما بينكم، بين وزاره التنميه الاجتماعيه واللجنه العلميه لقوه الامن الوطني. بدايه اهلا وسهلا فيكم في محافظه طوباس. احنا في لجنه الزكاه طوباس نتقاطع مع اخوتنا في وزاره التنميه الاجتماعيه في كثير من النقاط، واهم نسعى لتطبيقه دائما والعنايه به هو تامين المأوى والطعام. هذه نقطتين اساسيات. بما انه صار في تقاطع احنا وياهم انه هذا البيت بعد تقييمه بحاجه لبناء وترميم، فاتخذنا قرار بهذا الانجاز. والمؤسسات في محافظه طوباس الحقيقه يعني تشهد واقع متميز بين التنسيق والشراكه ما بين الزكاه وما بين التنميه الاجتماعيه وما بين مجموعه من المؤسسات الداعمه لايتام الاسر المحتاجه مع اصحاب الايادي البيضاء. وهذا النشاط هو احد المخرجات اللي انتم شايفينه مع اخوتنا باللجنه العلميه في الامن الوطني، اللي باعهم طويل بهذا الانجاز وانجازات اخرى في محافظه طوباس. فمن هذا الباب احنا نأمل أن يكون هناك مزيد من إنجازاتنا، وهذا مش أول بيت ومش راح يكون آخر بيت في محافظة طوباس، أكيد ما بين التنمية الاجتماعية وما بين الزكاة وما بين الإخوة
في الأمن الوطني. في الأمن الوطني. خلينا نحكي عن وضع البيت ما قبل، يعني هنقول وضع المعيشة لأخونا أبو جاسر في بيته اللي ساكن فيه حاليا، وضع البيت ما قبل الترميم. يعني وضع البيت زي ما وصفه أخوي مدير التنمية الاجتماعية أبو محمود، هو بيت مأساوي، فبتكر في عجز شو بدك تسوي. فكان قرار شجاع أن نبدأ بالإنجاز بسرعة ممكن قبل انتهاء فصل الشتاء على أساس نأمن الحماية والمأوى لهذه الأسرة المحتاجة. لكن سرعة الإنجاز مع إخوتنا في الأمن الوطني إن شاء الله سيحقق هذا النشاط وهذا الطموح والمسعيبة. أكيد بدي أسمع من حضرتك كلمة بسرعة الإنجاز، خلينا نقول إن شاء الله بتتحقق. منك كلمة لأفراد قوات الأمن الوطني باللجنة العلمية اللي بيعملوا على تهيئة هذا البيت. حقيقة إحنا لا نستطيع إيفاءهم حقهم من الشكر والتقدير، مش بس في طباس، في كافة أنحاء الوطن. لكن بصمتهم في طباس واضحة، ونتمنى لهم مزيد من التوفيق ويعطيهم ألف عافية، بالإضافة لجهودهم الأمنية الآن بوسعوا نشاطهم باتجاه المساعدات المجتمعية واتجاه المساعدات الإنسانية. فكل الاحترام لهذه المؤسسة العظيمة إخوتنا بالأمن الوطني عموما، بدءا من قيادة وانتهاء باللجنة الأمنية في طباس.